السلام عليكم حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معاكم وجبه العشاء اللي كتجي خفيفه ولذيذه، غير بالدجاج والبطاطا اللي غادي نديرهم في الفران. هنايا دابا غادي ندير معاكم الشرموله، وغادي نخليها لان مازال الحال، غادي نخليها ترقد في الشرموله ديالها حتى من بعد ان شاء الله، وغادي نكمل معاكم الوصفه. هنايا عندي الدجاج اللي مديكونجلي، وغادي ندير هنايا شويه نتاع الشرموله اللي غادي يجلس فيها واحد شويه. عندي هنا الموطاخ، تقريبا واحد حلقه كبيره، عامله مزيان مزيان. وغادي نزيد لها شويه الفلفل الاسود والعطريه، كتبقى على حسابكم، وتتكثروا او تنقصوا شويه الملح. كترش الملح لانه مرقد في الملح. وغادي ندير لها شويه نتاع السكنجبير، كتواتي بزاف مع الدجاج. غادي نزيد لها شويه الخرقوم، غادي نزيد لها شويه ديال الثومه اللي غادي نحكها هنايا. الزعفران، نزيد لها شويه، انا عزيز عليا الزعفران والزعتر، كيعجبوني بزاف، شفتو مع الدجاج كيتفاتوا بزاف مع الدجاج. فوالا، دابا غادي ندير لهم شويه زيت الزيتون، ندير لهم شويه زيت العود، كيجي زوين الدجاج بهاد الشرموله، يعني كنغيروهم القزبر والمعدنوس والشرموله العاديه تاع الدجاج. غادي نخليهم هنايا حيت كما قلت لكم راه مازال الحال، عاد عندي الوقت، غادي نخليهم في الشرموله ديالهم واحد 3 سوايع هكاك. عاد غادي ندير البطاطا، حتى هي غادي ندير لها نفس الشرموله، وغادي نديرهم في الفران. نخليهم هكا باش يتشربوا لي مزيان مزيان الشرموله. ها يعني درتي القياس لينا حنايا، نتوما الا كنتو يعني على حساب افراد الاسره، الا كنتو هكا ديروا الدجاجه كامله، اذا كانت عائله كبيره ديروا الدجاجه كامله. درت غير شويه لينا، البنات غادي نغطيها بفيلم المونتير، وغادي نخليها جانبا كما قلت لكم تشرب لي مزيان تشرب لنا. وعاد غادي نطيبها مع البطاطا، نديرها بواحد الصينيه وندخلهم الفران. نقلع شويه النعناع، راه اول مره غادي نقلع منه هذا العام صراحه موالفه. كيكون عندي النعناع زعما كيدير، مي هذه المره ما نبتليش، ما عرفت علاش تعطل. في هذه الايامات التاليه اللي جاوت فيهم الشتاء اللي كبر لي، ها هو شويه شويه راه عاد يكبر. غادي نقلع من هذا الكبار، غادي نقلع منهم شويه باش يخلف لي، خاصني ضروري نقطع منه باش يخلف. هاد العام دار لي الروطار، فوالا باش ندير واحد البريريدات. هاد الجهه كاع مازال ما نبتتليش، هو عاد كينوض.
وانا كنت طاحت شتا البارح، هذيك السالمية تبارك الله دارت النوارة، خاصني نقلع منها من الجناب حيت راح تخرج على الجناب. وصافي هادشي اللي كاين. انا غادي نوريكم الكرافس اللي ديك النهار نبتو. ها هو البنات، ها شتو راه تبارك الله راه يكبر. شتو تبارك الله راه كبار للكرافس. وهادي الفخومبواز، يلا راه دير شويه 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 تاع الفخومبواز. صافي هادي نورمالمون يمكن برقوقه، هادي عمرو ما دارت لنا. وهادي راه فيها هادي راه فيها البعويد، هادي بعويدة ها هي كدير لنا واحد شويه، نقول لك 4 5 الحبات في العام كديرش بزاف. حتى هادي فخومبواز هنا، فخومبواز هادو واحد كاين عاد كاين بتو. وهنا النعناع، هنايا الفخيز حتى هو راه عاد، هنايا الفخيز البنات راه عاد. ها شوفوا هنايا ياكلوه الطيور، بحال هادو كاع كلاوهم الطيور، ومع جايين هنايا جات الطريق يعفسوا عليهم. ولا الطيور اللي كلاوهم ها هم منقوبين، كيجيو ياكلوهم الطيور. هاي دارت لي وحده هنا كبيره، هادو راهم عاد خضر، حتى هادو جايين على الطريق. شتو كيكونوا الطيور اللي كاريينهم منا. ده هو دايرين هنا الفخيز، راه عاد خضر كما شتو، هو عاد خضر. وهنايا هذيك الزعتر والزعتر اللي نبتهم، ها هما حتى هما شدوا بلاصتهم وكبروا تبارك الله. وهنايا هذيك لاغويباغ غادي ندير بها الكونفيتور المره الجايه ان شاء الله. وهذيك اللويزه، ها هي اللويزه، هادي تا قلت صافي راها ماتت ولات نبتت. هذيك راها كيويه اللي هي ها، مازال ما دارت لناش عاد صغيوره. وهادي مشماشه حتى هي مازال عاد صغيوره. انا حبيبتي كنصايب العصير ديال الحامض والبرتقال، كيجي اكثر من رائع. انا عندي معتمد هذا العصير وكيعطينا كميه كثيره. سبقني وشاركته معكم، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتوا ترجعوا ليه بطبيعه الحال وجربوه، هاني متاكده باللي غادي يعجبكم. غير واحد الحاجه، من الاحسن انكم تطحنوه في مولينكس. انا ما ساعدتنيش من طحنته هنايا، موالفه كنطحنو في مولينكس لكن هاد المره طحنته هنا، ما ساعدتنيش. من الاحسن انكم تطحنوه في مولينكس تجيكم عمليه اكثر.
ولا البنات انا راه عندي البطاطا اللي مغسوله ومقطعه على جوج، غادي ندير لها نفس العطريه اللي درتها للدجاج، شويه نتاع الخرقوم باش نكثر بزاف، ندير شويه فلفله كحله، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال المليحه، شويه ديال الزعتر او الزعتر، عفوا الزعتر هادي، وغادي نضيف لهم زيت العود. غادي نخلطهم هكا مزيان مزيان حتى تدخل لهم الشرموله. انا غادي نوضع الدجاج ديالي، وغادي نضيف عليه البطاطا من فوق بحال هكا. انا شويه كثرت البطاطا، تجي زوينه بزاف. المول عندي صغير فاش درت هذا، يعني ماشي كبير بزاف، ماشي مشكل. صافي غادي ندير هذاك الشرموله اللي بقات نديروها من الفوق، غادي نزيد لها غير شويه الماء ونزيدها من الفوق باش تعطينا شويه المذاق. فوالا وصافي البنات، دابا غادي ندخلها الفران مسخناتو من تحت ومن الفوق، غير طيب ونرجع معاكم. فوالا حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي كيشهي وكنبدلو يعني على المعتاد. وهنايا هذا هو العصير، العصير كيعطينا كميه كثيره، وانا ديجا شاركته معكم وعندي في القناه، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتو ترجعوا ليه بطبيعه الحال. وصليده ديال الخس ومطيشه، وهذا هو عشانا. وصلنا لنهايه الفيديو حبيباتي، ونتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، ونقول لكم تبقى على خير في امان الله وحفظه.